صحبوا معي بصاحب القدح المعلق في المشهد الروائي وحامل لواء الرواية السعودية والعربية أيضا الأستاذ عبد خان. ما أدري، كل واحد عنده موهبة تلاقي في داخله ضجة، ضجة داخلية يفعل كل شيء لكي يخترق صلادة الحياة. فحبيت هذا وحب عظيم، أنا أكاد أجزم منه عظيم، بسبب غطيتها بالرسالة اليومية. قالت أنت حتكون كاتب قصة، قالت أنت حتكون كاتب قصة. قطعت العلاقة وكده بدأت لكي أحقق لها هذه النبوة. يا قايد الريم ذكراك ما غيبت عن خاطري ساعة، أروح لك يا ساكن الروح.